أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل. خلال ساعات النهار تسود أجواء صافية في العاصمة عمان مع 15 درجة مئوية، الملموسة 14، رطوبة 76%، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد طقس صافي 19 إلى 10، عجلون 15 إلى 9، جرش 17 إلى 10، والمفرق 16 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البحر الميت 22 إلى 13، مأدبة 17 إلى 6، البلقاء 17 إلى 11، عمان 15 إلى 9، والزرقاء 16 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 14 إلى 7، الطفيلة 14 إلى 9، الشبك 14 إلى 8، ومعان 17 إلى 6، والعقبة طقس لطيف المعتدل 24 إلى 15. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 7، الصفاوي 16 إلى 6، نفس الحرارة المتوقعة في رويشة مع حبوب لرياح شرقية تزيد من الشعور بالبرودة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.